السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكري. افتتح هذا الفيديو بقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعلني أعيش هذا اليوم. نعم، أمير القريشي وإيدي كوهين في مكان واحد وفي مساحة واحدة من قبل سنوات، وأني أحذر من هذه الشخصية. الآن يلتمس أو يجلس، نعم يلتمس لهم الأعذار أمير القريشي. نعم، أقول في لبنان أخواننا 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 يعيشون مأساة، والكل جاي يشاهد ماذا يقول إيدي كوهين عنهم وعن رمزهم وعن رمزهم عفوا وعن رمزهم الإمام علي عليه السلام. يريد أن يأخذ بالثار ويسب أهل البيت عليهم السلام ويتجاوز، وأمير القريشي يجلس معه في مساحة واحدة ويبرر له. هذا الجانب وما أريد أخوض به كثير. الجانب اللي أريد أرد عليه هو ما قال أمير القريشي بين الصقر وبين الفارة، ومن هذه الأمور اللي أخواني أخواتي بعيدة عن التعاليم الإسلامية، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن منطق الإمام الحسين عليه السلام. فالعياذ بالله، لو كان أمير القريشي في زمن الإمام الحسين عليه السلام وخرج بسبعين رجل ومع نساء وأطفال، خرج إلى دولة قوية، دولة لها جيش، لها مدرعات وطيارات ومسيرات، ولديها طيارات ولديها إمكانيات جدا كثيرة، الدولة الأموية ويزيد. لو كان أمير القريش في ذلك الوقت لقال يا إمام يا حسين، أصلا ما راح يقول له يا إمام يا حسين، راح يقول له يا حسين شو عندك طالع، شو عندك طالع وأمير المؤمنين يزيد ابن معاوية هذا الصقر، وانت والعياذ بالله ما اقدر انطق الكلمه، بالتاكيد ما اقدر انطق الكلمه. فوين تعاليم الامام الحسين عليه السلام برفض الظلم، بالوقوف ضد الظالم؟ اين انت يا امير القريشي من هذه المواضيع والتعاليم التي اقرها المعصوم وبينها بل طبقها بنفسه؟ نعم، الامام الحسين عليه السلام على العده القليله اللي يمتلكها وقف ضد الظلم وضد الظالم. على منطقك اكرر، منطق الفأر والصقر، تصبح بني أمية هم الصقور، أو هم الصقور نعم، والإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت، أنت بلسانك تقول هذه الكلمة التي لا أنطقها ولا أستطيع أن أتفوه بها. هذا جانب. وأيضا إذا أتينا إلى المنطق القرآني، فالمنطق القرآني واضح جدا بهذا الخصوص. القرآن يقول لك 20 مقابل 200 و100 مقابل 1000. بعد التخفيف، نعم، القرآن يؤكد إن 100 يغلب 200 وأيضا 1000 يغلب 2000. فهذا هو المنطق، صحة العبارة، منطق الصقر والفار. هذا منطق بعيد كل البعد عن القرآن الكريم. لا أريد أن أطيل أكثر، فقط حبيت أن أبين لكم بهذا الفيديو أن الشخصية المذكورة كفرت بالقرآن الكريم بكل وضوح، ابتعدت عن تعاليم القرآن الكريم بكل وضوح. وأتمنى من كل الأخوة والأخوات اللي كان عنده 1 2 10 يتابعونه، وأقول يعني أعتقد الآن تبين لكم حقيقة هذا الشخص بكل وضوح. التقى مع شخص، نعم، تجاوز على الإمام علي عليه السلام ويريد أن يثأر إلى ابن أبي زينب، وهذا الشخص هو الذي قتله الإمام علي عليه السلام في معركة خيبر. فلا أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، بل أقول أيضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل إيدي كوهين وأمير القريشي في مساحة واحدة، أحدهم يبرر إلى الآخر. أيضا بختام الفيديو أقول أمير القريشي الذي يتجاوز على المتصلين لم نجد له صوت واحد على إيدي كوهين، فأكرر الحمد لله وفي أمان الله.